His Excellency الآن مستر السيد هاكيندي هيشيليما الرئيس وزراء زامبيا لإلقاء رئيس جمهورية زامبيا لإلقاء كلمته فليتفضل مشكورا بعد تسليمه الرئاسة الدورية لدولة كوميسا. شكرا لكم. شكرا لسيادتكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لملخصك وموجزك الرائع لما تم إنجازه في عهدك كرئيس لدول الكوميسا. وأيضا أقدر وأؤمن بفريقك التي حقق هذا الإنجاز الرائع. أود أن ألقي الضوء وأقوم بشكر السيد الرئيس دولة بوروندي على يميني لنشاطه المستمر وعمله الدؤوب كرئاسة لدولة بوروندي وعمله بدول الكوميسا أيضا. أنا أجب يتوجب علي الشكر أيضا نحن نتحدث إليكم من القمة هنا مع كينيا وملاوي والسادة ممثلي الحكومات الذين حضروا هذه القمة. أنا أقبل الرئاسة الدورية لدول تجمع الكوميسا وأود أن أشكر أيضا الرئيس وأمانة التجمع الكوميسا. أشكر كافة الدول الأعضاء التي وثقت بنا كدولة زامبيا. نحن نتحمل كافة المسؤوليات، هذه مسؤولية كبيرة للغاية أن تتحملها جمهورية زامبيا. أشكر السيد الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادته العظيمة التي أسهمت لتطور كتجمع الكوميسا وما حققته من إنجازات. علي أيضا أن أمتن وأشكر لتركيزه للعمل المشترك والجهات والجهود المبذولة من أجل مشروعات محددة ومخصصة التي أصدرت معاملات محددة ومخصصة كانت فعلا معاملات عملية على أساس علمي سليم. وأشكر قيادتك وزعامتك لذلك وتحقيق تلك الإنجازات التي قلت من قبل. أيضا أود أن أشكر السيد الرئيس لرئاسته وأنا أنتظر أن نعمل جنبا إلى جنب كفريق قوي في مواجهة تلك التحديات قدما لرئيس جمهورية بوروندي. أعلم بعلمكم الجم وخبراتكم العديدة وتواصلكم المستمر مع الأصدقاء وكافة المساعي الإيجابية. نحن نؤكد على أن كافة الدول الأعضاء الكوميسا نحن جنبا إلى جنب لدينا التزام تجاه دول الكوميسا من أجل تحقيق التكامل على مستوى البرامج المختلفة. نحن لدينا التركيز الكامل على جذب الاستثمارات، استغلال كافة الفرص الموجودة في دولنا وقارتنا، الفرص العديدة والمصادر الخاصة الجاذبة للاستثمار والتصدير من دولنا. نحن نخلق اهتماماً
للعديد من الدول حتى الدول التنزانية. الدولة التنزانية كما أشرف سيادة الرئيس على مشروعه هناك بأيدي مصرية تنزانية. نحن نواجه العديد من التحديات، علينا أن نواجه هذه التحديات كجول وليس بشكل فردي. علينا أن نقوم ببذل وتحقيق العديد من المشروعات لدول الكوميسا، طبعا تحقيق القيمة المضافة، خلق فرص جاذبة لشباب القارة. نحتاج إلى تطوير شباب دول الكوميسا على الصعيد الإقليمي. سيد فخامة الرئيس السيسي مع صديقي رئيس بوروندي، نحن نلتزم أمامكم كدول أعضاء الكوميسا، علينا أن نذهب في هذا الصعيد وهذا الطريق. هذا الطريق لن يكون طريقا عشوائيا، ولكن سوف يكون طريقا واضحا تجاه التطور والتقدم. كان هنالك العديد من غياب الفرص التي شكلت تحديات لشعوبنا، العديد من مشاكل التمويل، كافة العوائق التي أعاقت تحقيق قدراتنا على تطوير شعوبنا. فخامة الرئيس، السيدات والسادة، نحن نلتزم التزاما كاما لتضافر الجهود لتسريع عجلة التنمية بالنسبة لرؤيتنا المتعاونة من أجل الدول واستقرار شعوب القارة. مرة أخرى أود أن أقول هي فرض علينا، ليس خيار لنا. علينا أن نسير في هذا الطريق معا بشكل متعاون، من خلال ليس هنالك أي أعذار على العموم، ولكن من المهم جدا العمل الجماعي والخبرات الجماعية لتحقيق التعاون الكامل. علينا أن نعمل معا ونتحدث بخصوص هذا الأمر. أنا أعرف كافة مساعي الدول لتحقيق أن الدول تريد أن تحقق شيئاً للقارة، وبحضور السادة الوزراء وزعماء الحكومات أنا أولي مسؤولية لموضوع في غاية الأهمية وهو تحقيق السلم والأمن القاري. هذا الأمر أصبح متطلباً أساسياً، وخبراتكم في هذا المجال. نحن كنا نتحدث بالأعلى للالتزام من الجانب دول القارة من أجل تحقيق الاستقرار والسلم لكافة الدول. كيف نحقق السلم بين دولنا القارة الشقيقة؟ كيف نحقق السلام بين دولنا جنبا إلى جنب؟ وأنا أعرف الدولة المصرية هي دولة حكيمة، لدينا شراكة استراتيجية تعمل على تهدئة الأهواء من الجنوب حتى البحر المتوسط. علينا أن ننتهج طريق السلم والاستقرار معا جنبا إلى جنب. بدون ذلك سوف تكون مهمة مستحيلة. سيادة الرئيس، رئيس الجمهورية، أيضا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والآن السودان، الأزمة السودانية، نحن علينا أن نحلها جميعا. هل لك أن تنظر إلى الصور هنالك في السودان؟ كيف ترى الاختلاف للقضايا هنالك؟ الآن نعرف ماذا يحدث في أوروبا وما كيف يؤثر علينا بصورة سلبية في من أوروبا إلى أفريقيا.
so much experience. And others, Kenyan president here, whose location, Kenya's location, نتشرف بوجود فخامة الرئيس هنا بخبراته الجامة لحل كافة القضايا الهامة في المنطقة في قارتنا الإفريقية. اسمحوا لي فخامة الرئيس أن دول الأعضاء الكوميسا وأيضا حتى أنا ورئيس دولة بوروندي كنائب لي نحن نؤكد على كيفية الاستثمار في كافة المبادرات الإفريقية جنبا إلى جنب، تحقيق القيمة المضافة وأيضا الميزة التنافسية وقدرتنا على تحقيق كدول إفريقية في الأعوام التي مضيناها سويا في مبادرة المنطقة الحرة الإفريقية وهذه الاتفاقية. سيدة النائب السكرتير العام الأمين العام لدول الكوميسا، نحن نركز على تكثيف مساعينا تجاه التكامل الاقتصادي لدولنا القارة من خلال التعاون في جذب الاستثمارات. نحن نتمنى أن نقول أيضا بالتعاون الكامل مع كافة الدول لدينا مسؤولية مشتركة أمامنا وهي لمشاركة أعمال القمة، ونعلن السادة أمناء الذين أتوا قبل هذه القمة يعملون مع بعضهم البعض، علينا أن نعمل بشكل أسرع وأفضل، هذا هام جدا لدولنا الإفريقية وأيضا لمجموعة الكوميسا وأيضا لمواطنينا من خلال التشريعات الفردية لكل دولة. دعوني أن أتحدث عن قضية العلاقات المتبادلة الثنائية بين شعوب القارة من خلال تكثيف جهود الاستثمار بين دولة ودولة أخرى، مصر وزامبيا، مصر وبوروندي، كينيا وملاوي، إسواتيني وجزر القمر. أنا أود أن أركز على أن نحن كشعوب قارة نأمل ونتطلع إلى الاستثمار، ولكن استثمارنا تكون خارج القارة، يجب أن تكون استثمارنا داخل قارة، داخل مجموعة الكوميسا. نعم، لدينا العديد من العادات والتقاليد التي يجب علينا أن نركز عليها داخليا أكثر من خارجيا. علينا أن نتطلع إلى استثمارات مشتركة بين الدول القارة، بين الدول مجموعة الكوميسا، بالنسبة التركيز على القدرة البشرية والقدرة التكنولوجية والقدرات التي لدينا أن نعمل عليها كمجموعة. علينا أن نقوم بتطوير الكهرباء والطاقة الخضراء كما يمكننا إنتاج المزيد، فالعديد من القارات تعاني من تلك الطاقات وعجز الموارد. علينا أن نتطلع ونلقي النظر ونركز على قارتنا ودولنا كمنطقة إقليمية، نركز على قارتنا الإفريقية أكثر من قارات أخرى. في هذا الطريق سوف نقوم أقرب إلى بعضنا البعض، سوف نستثمر مع بعضنا البعض. سيد الرئيس فخامة عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية استقرار المنطقة أولاً لكي يتم الاستثمار فيما بعد وتحقيق المنفعة من هذا الأمر. علينا تحقيق الاستقرار قبل تحقيق الاستثمار.
أنا من خلال العديد من الجهات الرسمية يكون على قمة اجتماعاتنا وأجندتنا الدولية حتى في خلال مؤتمراتنا والتزاماتنا الدولية اختصاصينا وزراؤنا علينا أن نركز ونكثف الجهود على هذا الأمر نجعلها باتخاذ قرارات أكثر سهولة علينا التناغم معا بين جهاتنا المختلفة الإفريقية كما وافقت من قبل علينا أن نكون معتزين وفخورين بقارتنا الإفريقية لدينا التكنولوجيا لدينا العديد من تحقيق الواردات للقارة لماذا توقفنا في منتصف الطريق؟ لدينا الحدود الزامبية الحدود الزيمبابوية والاتجاه إلى دول أخرى علينا أن نوقف الحدود بين الدول الإفريقية علينا أن لا نوقف السواحل بين القارة الإفريقية هذا هو الوقت المثالي لبدء الطريق هذا يعني أن نواجه كافة السدود التي أمامنا والعوائق التي تواجهنا كقارة وكداخل كل قارة بالنسبة للتكنولوجيا علينا وجود حل لمتاجرة الأعضاء البشرية ومتاجرة بالبشر والإتجار بالمواد الممنوعة والمخدرات علينا بالتطور التكنولوجي أن نلقى حلول أو نجد الحلول الملائمة لوقف هذه الأشياء بالنسبة لتحقيق جدول أعمال مجموعة دولنا كيفية تحقيق تلك الرؤية هذا هو من خلال مجموعة الكوميسا طبعا هذا السؤال نحن لم نلقى مساعي تحقيق هذه الجهود ولكن من خلال مجموعة الكوميسا ومن خلال الهيئات الموجودة هنا نستطيع وجود إيجاد حل لتلك الأزمات أنا أتمنى أن نكون نتحدث إلى بعضنا البعض أكثر من قبل مثل هذه الأعمال أعمال القمة هذا من خلال ترتيبات الكوميسا بالنسبة لأقليمنا الإفريقي مدى الحياة علينا أن نكون أكثر وعيا للحياة لدينا دول الأعضاء لديهم أعضاء بارزين وقيادات عظيمة سياسيا واقتصاديا من خلال قمة جدول أعمالنا نحن علينا أن نستمر في عمل المشروعات لدينا العديد من الأراضي التي نعمل عليها لدينا الأراضي الزامبية نحن بحاجة إلى التحرك مع الوقت والمضي قدما لتحقيق كافة المبادرات بهذا الموضوع بالنسبة لدينا القدرة على تشغيل القارة وبدء التعاون مع دول الكوميسا نحن واثقين أن سوف نلقى الدعم منكم وفي هذا المشروع وفي خلافه من العديد من المشروعات الأخرى الأعمال والإنجازات التي لقيناها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفريقه الذي أولى أهمية كبيرة على أن نركز ونحل كافة النزاعات بشكل واضح وكيف نقوم بتركيز عبر بتوفير الاقتصادات وتوفير الاستثمار عبر القارة واستغلال كافة المصادر الطبيعية
كيف يقوم أن نتطور وننمو؟ كيف تتوقعون أن نتطور ونحقق التطور الكامل بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال جدول أعماله، من خلال تشارك أعمال المجموعة؟ علينا أن نبدأ بأولوية تامة السيدات والسادة الحضور من التنسيق النشيط والتعاون بالنسبة دول الأعضاء والاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية، هو عامل مهم وركيز من أجل نجاحنا. أنا أعرف أن من خلال خلفيتي الاقتصادية الصغيرة علينا ألا نخسر المزيد من الفرص، علينا أن نستغل ونواجه التحديات معا جنبا إلى جنب، علينا أن نواجه تلك التحديات بشكل متعاون بشكل جماعي وليس بشكل فردي على صعيد كل دولة. نعم، وبشكل أساسي نحن نقوم بتمويل، نحن نقوم باستثمار أعمالنا، واحد زائد أو مجموع اثنان ثلاثة، وإن لدينا الرقم المجهول من الدعم بين تكامل وتعاون دول القارة لتحقيق المزيد من التعاون. علينا أن نعمل بشكل كامل في هذه الأوقات العصيبة لتكثيف الجهود والانتقال من الزعامة، زعامة عظيمة و عالية جدا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن أكون رئيسا لهذه الدورة من تجمع دول الكوميسا، والعمل مع صديقي وأخي من دولة بوروندي. علينا أن نقوم بقصة بتغيير السرد عن إفريقيا من خلال النظر ومراجعة أنفسنا. علينا أن نكثف جهودنا، فواحد زائد اثنان ثلاثة، وأكثر من ذلك يكون العدد في تزايد. علينا أن نزيد الاهتمامات، علينا أن نركز سويا، علينا أن نكثف اجتماعاتنا، أعمالنا، جهودنا، استثماراتنا، ودعونا نرى من خلال التعاون المتعدد الأطراف. كل شيء يبدأ بمعدل معين، كل شيء. أنا أود أن أقول بأن منظماتنا ومنصتنا أن لدينا قاعدة أساسية نسعى لتطويرها، هذه القاعدة الأساسية من خلال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأيضا بالبناء على تلك القاعدة الأساسية مع الدول الأعضاء الكوميسا. نعم، نحن نأخذ خطوات إضافية إلى المضي قدما في اجتماعات في جدول أعمالنا من أجل قارة مزدهرة ودول كوميسا مزدهرين، وأيضا ازدهار واستقرار القارة. عليك أن تعي أن إفريقيا يجب أن تأخذ موقفها وتأخذ مكانتها التي تستحق. ليس علينا أن نكون مكتوفي الأيدي كرؤساء لجمهوريات، علينا أن نقوم بجذب استثماراتنا أكثر من أي منطقة بالعالم، علينا أن نركز على أنفسنا. نعم، نحن نقوم بالحكم على استثماراتنا وأعمالنا سويا، علينا أن نزيد من الرأس المال لدى اجتماعاتنا وأعمالنا. نحن نحصل على تقييم
جيد من خلال كافة ونقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة والمخاطر لتحقيق هذا الاستقرار علينا. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى أود أن أشكرك لجهودك المبذولة، وأيضا صديقي وأخي رئيس دولة بوروندي، أتمنى أن نحن نقوم بواجب مهماتنا وتسليط الضوء على وتكثيف الضوء على مساعينا لدول الكوميسا. شكرا لكم، شكرا جزيلا. سيدات والسادة، هذا هو فخامة رئيس زامبيا، والآن الرئيس الجديد لدول مجموعة الكوميسا، دول السوق المشتركة للشرق والجنوب أفريقي. مبارك لكم سيادة وفخامة رئيس زامبيا، الرئيس الجديد لدول الكوميسا. شكرا لك فخامة الرئيس، مبارك لك أيضا.